السلطة المشوية كملت شويتها وبيان سور نظفت الفلفل والطماطم وهرستها في المهريس العربي النحاس بالتقطيق هكاك باش نقيم رياض. وتوا باش نفوحوها نحطوا التيبل والكروية، والكروية أكثر من التيبل، إنما ما تعمل هكا يخت الطعم ديما طعمة الكروية أكثر. ونخلطوها بزيت الزيتون وبالطبيعة ضريبة ملح هكا هاو. عادة توا مقعد لي كان باش نحط السليطة متاعي في صحين، نقصك العظميت ونكمل نزينهم طرف كبار وطرف زيتون وكهو فات الحكاية. هذه هي البارت اليوم. سحري بحري يعطي الصحة.